المانجا في الأصل هي فاكهة هندية، لكن دخلت مصر، وحكاية أول شجرة دخلت مصر تقريبا في القرن ال19، يعني من أكتر من 200 سنة. معايا النهاردة الحاج صبيح من أقدم العائلات المصرية اللي بتزرع المانجا. أهلا بيكي حاج صبيح. أهلا صباح الخير. أهلا بيك، أنت منورينا النهاردة. ربنا يخليك بنورك منورة بأهلها. الله يخليك. بقالك قد إيه والعيلة بتاعتكم بقى؟ هو على حد علمي ان احنا المانجا بدأت هنا في عهد محمد علي. احنا تورثناها يعني من 100 سنة يمكن. العيلة بتسلم جيل بيسلم. بقالكم 100 سنة بتزرعوا المانجا في كل سنة. يعني احنا بنزرع المانجا في السنة دي. بتعيش، هي معمرة، شجرة معمرة. بتقعد 20-30 سنة. فبنطور في الاصناف يعني كل بابل، وفي حاجه اسمها طعمه. احنا بناخد فرع من الشجره دي زبده مثلا، نطعمه على شجر عويس، يطلع منتج ايه؟ يطلع لا، كل منتج لوحده. يعني الفرع ده طعم زبده، والفرع ده طعم عويس. الشجره يبقى فيها صنفين وثلاثه ممكن، زبده وعويس وسكري في فرع شجره واحد. يعني في شجره واحدة. في شجره واحده كل فرع ممكن يبقى ايه شكل تاني. قبل طبعا مراحل البيع والوصول للمستهلك، في مراحل تانية زي التجميع وزي الفرز. خلينا نشوف مع حضرتك بقى المراحل دي بيتم فيها ايه بالظبط. العمال بيجمعوا كله على بعضه، وبيجي هنا في المنشر ده يفرزوا كل صنف لوحده. في طبعا في ناس متخصصين في الاصناف دي، مش هو اللي مش اللي بيجمع هو اللي بيفرز. في ناس متخصصين في الفرز، يعني الجمع. الجمع ده ناس معينة. اي حد يجمع اللي يعني هو بيقطف من على الشجره او الشجرة. بيجيب السقط الواقع تحت الشجره. لكن في ناس بقى متخصصين بيفرزوا كل صنف لوحده. وزي ما شايفه الاصناف هي كلها هنا. في هنا طب الفرز بيتم على اساس ايه؟ يعني احنا على جنبنا اساس النوع. دي فص مجمعة، ده التجميع. قبل ما يحصل الفرز اللي احنا شايفينه هنا في الارض، هو بيدلق كله على الارض، وبعدين يفرز كل صنف لوحده. كل صنف يتعبى لوحده. يعني مثلا دي عويس اللي في ايدك، دي عويس، دي عويس الحمراء دي. دي صديقة. انها صديقة، ودي كلها لحم حلوة بيفضلوها الناس بتوع العصير. بيدوروا عليها. الصغير ده الفص. طبعا الفص دي، الفص دي اغلى واحلى واجمل انواع. ليه الناس بيفضلوا الفص بقى؟ علشان اولا ملهاش نقايه. يعني لما حضرتك صغيره. لا نفتح بقى وندوق ونشوف. بص يا ست. دي طبعا عشان تاكل منها قفص مثلا ولا حاجه، كل اللي انت عايزاه. علشان هي اصلا المنجية صغيره كده، ما فيهاش نقايه. دوقي كده. دوقي، ما تخافيش. لا هدوق. لا مش خايفه طبعا. محدش خايف من المانجا يا حاج صبيح. لا، المانجا حاجة عظيمة عظيمة، تحفة. دي أكتر الأنواع المفضلة عند المصريين، وفي التصدير كمان ولا التصدير مختلف؟ لا، في التصدير العويس. العويس بفضلوها قوي. في نوع السكري الأبيض ده في التصدير مش مطلوب قوي، لأنه إيه لا دي كبيرة. دي إيه بقى؟ دي اسمها كبانية. كبانية. طب احنا نعرف ازاي المانجا اللي بتبقى طعمها حلو، ريحتها بتبقى باينة كده، اللي بتبقى ما فيهاش مبيدات، مش مرشوشة، هل بيبقى له علاقة بالعنق ده ولا ملهاش علاقة؟ لا، هو له علاقة بالنوع نفسه. يعني الراجل اللي بيفهم في المانجا عارف دي اديني بقى طعمها ايه كده. ايه وانت بتحكي لي انا هدوق. معلش. لا دوقي براحتك خالص. بنعرفها ازاي بقى؟ احكي لي. بتعرفيها باللون، بالطعم. يعني مثلا العويس لما تفتحيها دي، ايه اللي انا قطعتها دي؟ دي عويس. بتلاقي، شوف الحته دي مختلفه عن الحتة الجناب. خلينا نوري الكاميرا. الحته اللي جوه دي، اللي جوه دي اغمق من الجناب. ده معناه ايه بقى؟ ده معناه ان فيها سكر زياده قوي. دي مسكره يعني جدا. لما ادوق بقى انا هدوق واقول لك. دوق براحتك. اذا كانت هي مسكره ولا مش مسكره. لا ماشي. وبعدين واحكي لي بقى بقيه الانواع اللي بيتم بعد الفرز. احنا بعد، لا قبل الفرز، احنا بنجيب المحصول كله كل يوم اللي بنجمع بيجي على بعضه. وفي ناس بقى اللي فاهمين مظبوط فيه من عندنا. بيفرز العويس لوحده، والسكري لوحده، السكري الممتاز لوحده. الهايدي والنعومي والكريمسون والاستون، كل بياخد وقت قد ايه بقى عمليه الفرز والتجميع؟ لا، هو بيبتدوا من الصبح بدري. بحيث ان العربيات بتيجي تحمل وتمشي في حدود الساعه 2-3، يكون العربيات ايه حملت عشان يلحقوا السوق. وابتدوا يا دوب هم يعني يتغدوا ويرتاحوا بعد العربيات تمشوا، يبتدوا ياخدوا وش جمع تاني، لان المانجا في الحر ده بتسوى مرتين في اليوم. انا جاي اكل مانجا بقى، معلش اعذروني. كل المانجا براحتك. كل المانجا براحتك.
دي اللي في ايدي دي السكري. صح، ندوق السكري. احنا دقنا عويس ودقنا الفص وما شاء الله يعني كلهم اجمل من بعض. لا حلوين. فده كله بتبقى حضرتك بتقولي بتبقى صفرة. لا دي عويس اللي في ايدك. دي عويس المانجا. ماشي، المانجا الحلوه المسكره اعرفها ان هي بتبقى لونها اصفر ومش لازم يكون اصفر قوي، لانها لو اصفرت على الشجره وجت قعدت هنا في المفرش تطرى. لكن احنا بنقطعها كده. واحنا بقى في مراحل او في جولتنا النهارده في المزرعه ومراحل الجمع للمانجا والفرز وكل الكلام ده، طبعا في عمال او الفلاحين والمزارعين اللي بيقوموا بعمليه الجمع والفرز، واحنا هنروح نقابلهم بقى دلوقتي ونعرف ازاي العمليه دي بتتم مع المزارعين والفلاحين. ماشي. هنا ماشي. ونكمل اكل مانجا مع حضراتكم.